that the discovery of King Tutankhamun was the most important discovery of the last century. It was a discovery of the 20th century. And when we rediscover the tomb of King Tutankhamun again now, with another tomb, if it is with a Titi or Mehitatur or Kia, it will be the most important discovery of this century too. It is very important to add new evidence to the history of Egyptian civilization. بعد الزيارة نقدر نقول أن عندنا نسبة تأكيد تصل إلى 60-70% أن هناك كشف جديد وإعادة كشف لمقبرة توت عنخ آمون سيكون أهم كشف في القرن 21 إن شاء الله، وبالتالي هيكون مكسب كبير لمصر سواء في الناحية العلمية للحرق لدراسة الآثار المصرية، سيبدأ العمل في هذه الأجهزة داخل مقبرة توت عنخ آمون، ويجب أن نصل إلى تأكيد مش 60% 70% كما أقول ولكن 100% من خلال الأشعة ومن خلال المسح الراداري يقولنا بالفعل عندنا هنا إيه بالضبط خلف هذا الجدار، ثم ستكون الدراسة كيفية الوصول إلى هذا. هذا سيتطلب وقت يصل إلى 3 أشهر من شهر إلى 3 أشهر من الآن عمل كشف في هذا العصر. أنت تعيد اكتشاف توت عنخ آمون. توت عنخ آمون لما اكتشفناه كان بالنسبة للعالم كله أهم كشف أثري على مستوى العالم على مر العصور. بقول عليك كشف القرن العشرين. دلوقتي لما بنعيد اكتشاف تاني ونجد قبرة أخرى تكون لملكة من أهم ملكات مصر التي لعبت دور في تاريخ الحضارة المصرية، سواء الملكة نفرتيتي أو الملكة ميريت اللي كانت زوجة الملك سلمان الحرام أو حتى هي أم الملك عبد الملك، فإحنا بنتكلم على كشف ملكي جديد.